بسم الله الرحمن الرحيم. شركة الجامعة للتعليم والتدريب متوسطة الجامعة مادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط، معكم الأستاذ أشرف الشريف. أقدم لكم درس اليوم بعنوان التمثيل بالساق والورق. تمثل البيانات الآتية عدد سنوات خبرة موظفي إحدى الشركات. بننظم البيانات في فئات على النحو التالي: من 0 إلى 9 سنوات، ومن 10 إلى 19، ومن 20 إلى 29، ومن 30 إلى 39، من 40 إلى 49، في جدول فئات وتكرار، ويكون كالآتي: من 0 إلى 9 يكون التكرار 30، ومن 10 إلى 19 يكون التكرار 14، ومن 20 إلى 29 يكون التكرار 4، ومن 30 إلى 39 يكون التكرار 2، من 40 إلى 49 يكون التكرار 1. هل أعداد الموظفين في كل فئة متساوية؟ لا، ولكن الفئات متساوية. أذكر إحدى مزايا توزيع البيانات، هي التعرف على كيفية انتشار البيانات. ما أكبر خبرة في موظفي الشركة؟ 40 سنة. ما الخبرة الأكثر تكرار؟ 3 سنوات. ما مدى الخبرة؟ هي أكبر قيمة 40 ناقص أصغر قيمة 3 يساوي 37 سنة. نرتب البيانات العددية في التمثيل بالساق والورقة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا، حيث تشكل الأعداد في المنزلة الكبرى السيقان، على حين تشكل الأعداد في المنزلة التي تليها الأوراق. مثال: يمثل الجدول المجاور أعداد المراجعين لمستشفى خلال أسبوع. مثل البيانات المتعلقة بالرجال باستعمال الساق والورق. نرتب البيانات تصاعديا للرجال: 42، 42، 44، 46، 49، 50، 52، 55، 60، 61. نأخذ الأعداد التي قيمة العشرات لها 40، حيث الساق يمثل 4. ثم نأخذ الأوراق وهي أرقام الآحاد لهذه الأعداد، والتي تكون على الترتيب 2 و2 و4 و6 و9. ثم نأخذ القيم الأخرى والتي تمثل قيمة العشرات منها 50، فيكون الساق 5، وتكون الأوراق هي أرقام الآحاد لهذه الأعداد، وهي تكون على التالي 0 و2 و5. ثم نأخذ القيم الأخرى الباقية واللي هي تمثل أرقام العشرات 60، ويكون الساق ممثلا بالرقم 6، والأوراق ممثلة بالأرقام 0 و1. ثم نعمل تمثيل الساق والورقة لهذه البيانات كالتالي: 4 الساق مقابل لها و5 و6 للسوق، وتكون الأوراق كالتالي، ويكون هذا التمثيل بالساق والورقة، ويكون 1
شرط 6 تمثل 61 مراجعا، أي أن الآحاد 1 والعشرات التي تمثل الساق 6 أي أن تكون 61. حقق من فهمك. مثل البيانات المتعلقة بالنساء بالساق والورقة. نرتب البيانات تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، ويكون رقم العشرات هو الساق ورقم الآحاد هي الأوراق لكل هذه البيانات. ثم نكتب الساق والورقة، يمثل الساق 1 وتكون الورقة 7، بينما إذا مثل الساق 2 تكون الورقة 9، بينما يكون إذا كانت الساق 3 يكون الورقة 7، وإذا كانت الساق 4 يكون الأوراق 2 2 2 7، وإذا كانت الساق 5 يكون الأوراق 2 و4. وإذا أخذنا أحد هذه البيانات 7 شرطة 3 أي 7 ورقة و3 ساق أي يكون الرقم 37 مراجعة. مثال من واقع الحياة، يمثل الساق والورقة أدناء أعمار بعض المصابين بمرض السكري. بالاعتماد على البيانات أعلى كيف تصف أعمار المصابين بمرض السكري؟ تتركز معظم البيانات في الفئة من 50 إلى 59. يبلغ عمر أصغر رجل مصاب 42 سنة، وعمر أكبر رجل مصاب 69 سنة. المدى هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، أي 69 ناقص 42 يساوي 27 سنة. وسيط الأعمار هو 55 سنة. تحقق من فهمك. بالعودة إلى تمثيل الساق والورقة في المثال رقم 1، أي الفئات يتركز فيها أعداد المراجعين الذكور من 40 إلى 49؟ ما مدى البيانات؟ أكبر قيمة 61 ناقص أصغر قيمة 42 يساوي 19. ما الوسيط لعدد المراجعين الذكور؟ بيساوي 49 زائد 50 تقسيم 2 يساوي 49.5. يمكن مقارنة مجموعتين من البيانات بالتمثيل المزدوج للساق والورقة. يبين تمثيل الساق والورقة أدنى عينة من درجات مادة الرياضيات لطلبة فصلين مختلفين في الثاني المتوسط. مثال، استعمل بيانات اختبار أدناه أي الصفين حصل على نتائج أعلى في الاختبار، وضح إجابته. ألاحظ أن الدرجات تتركز في الصف السادس بين 81 و 69، بينما في الصف السادس باء لاحظ أن الدرجات تتركز بين 72 و 93، أي أن درجات الصف السادس ألف أعلى. أي الصفين كانت نتائج اختباراته أكثر تبيناً؟ وضح. نجد أن تجمع البيانات للصف السادس ألف ما بين 81 إلى 96، بينما تشتت البيانات للصف السادس باء ما بين 72 إلى 93، أي أن درجات الصف السادس باء أكثر تباينا. تأكد. مثل بالساق والورقة كل من البيانات. نرتب البيانات تصاعديا، ثم نجد أن القيمتان 6 و7 الساق لهما 0 بينما الأوراق 6 و7، بينما البيانات 15 15 20
الساق لهم واحد والورقة اثنين وخمسة وخمسة، بينما البيانات 20 الساق لها اثنين والورقة صفر، بينما البيانات 35 الساق لها ثلاثة والورقة خمسة، بينما القيمة 41 الساق لها أربعة والورقة صفر وواحد. ونقوم بتمثيل بالساق والورقة ونكتب أرقام العشرات هي الساق وأرقام الأحاب هي الورقة، ويكون التمثيل الواضح أمامك. وإذا أخذنا أي قيمة ولتكن 2 شرط 1 يكون تمثل 12 سنة لهذه البيانات. مثل بالساق والورقة كل من البيانات الآتية، نرتب تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، ونقوم تمثيل الساق هي رقم العشرات والورقة هي رقم الآحاد، ويقوم كون التمثيل كالتالي. لحل التمارين 3 إلى 5 استعمل التمثيل المجاور الذي يبين درجات الطلبة في مادة الرياضيات. ما الدرجتان العليا والدنيا في الاختبار؟ الدرجة العليا هي 99 بينما الدرجة الدنيا هي 50. ما وسيط هذه الدرجات؟ وسيط هذه الدرجات بيساوي 77 زائد 78 تقسيم 2 أي 77.5%. اكتب جملة تصف الدرجات، أعلى درجة 99% وأقل درجة 50%. معظم الدرجات تقع في الفئة من 70% إلى 88%. استعمل تمثيل الساق والورقة المزدوج المجاور لحل السؤالين 6 و7. ما أعلى كمية دهون في كل نوع من أنواع الفطائر؟ اللحم 36 جرام بينما الدجاج 20 جرام. أي أنواع الفطائر يحتوي كمية أقل من الدهن؟ بصورة عامة فسر إجابتك. كمية الدهون في اللحم بتساوي 8 إلى 20 جرام، بينما كمية الدهون في الدجاج بتساوي 10 إلى 36 جرام، أي كمية الدهون في الدجاج أقل من اللحم. ألاحظ أن كمية الدهون في اللحم بتساوي 10 إلى 36 جرام، بينما كمية الدهون في الدجاج 8 إلى 20، أي أن كمية الدهون في الدجاج أقل منها في اللحم. مثل بالساق والورقة كل من البيانات، نرتب تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، ثم نقوم بالتمثيل كالمثال السابق. الساق هي رقم العشرات بينما الورقة هي رقم الآحاد، ونأخذ أي قيمة من هذه القيم ولتكن 4 شرط 2 تمثل ب 24 مليون كيلو متر مربع. استعمل البيانات المعلومات المجاورة الممثلة بالساق والورقة تمثيلا مزدوجا. ما أعلى درجة في الفصل باء؟ لاحظ أنها 15 درجة. ما أقل درجة في الفصل ألف؟ نلاحظ درجتان. كم عدد طلبة الفصل ألف؟ 16 طالب. قارن بين الوسيطين لدرجات الفصلين. الوسيط ألف يساوي 9 بينما الوسيط باء يساوي 7، أي أن وسيط ألف أكبر من وسيط باء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محدثكم أشرف الشريف.